بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرؤوف، الرحمن فالرحمة وصف ذاته، أما الرحيم الفعل من صفاته، وكيل رحمن جميع الخلق، واسم الرحيم خص أهل الحق، أما الرؤوف فشديد المرحمة بعبده في كل أمر أحكم. أجسو لك اللهم لا أستكبر، كثرت ذنوبي مثل سيل يهدر. يا أيها الرحمن عفوك واسع، كالنهر يغشى السيل فورا يغمر. أنت الرحيم ولا سواك يجيرني، أنت الملاذ وليس غيرك يغفر. رمت الرؤوف يظلني في ظله، يوم الظلال ستختفي وستحصر. أنت رحماننا دنيا وآخرة، فارحم بفضلك ضعفي أعطني أملي. ويا رحيما بكل المؤمنين أجب دعاء عبد ضعيف لج في الزلل. ويا رؤوفا بكل المؤمنين أقل عثار عبد ضعيف مسرف خجلي. آمين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بالقرآن، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، وأن يذكرنا منه ما نسينا، ويعلمنا منه ما جهلنا. آمين يا رب العالمين. وبفضل الله عز وجل ومنته وكرمه وتثبيته، نبدأ مع هذه السورة الكريمة، سورة مريم. وقد كتبت هذه الكلمات اختصار لمواضيع هذه السورة الكريمة، فقلت: وسورة مريم حول صفة الرحمة ليعظم الرجاء. بدأت برحمته بزكريا ويحيى من النصحاء، ورحمته بعيسى ومريم إنها العذراء، ورحمته بإبراهيم أبي الأنبياء، ورحمته بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس أهل البكاء، وطريق النجاة لمن اختار الشقاء، وخمس جولات بالحجة والبرهان لأهل المراء، إنكار للبعث وفي آياته جلاء، ونظرة مادية من الأغبياء، وغرور وعجب كأنهم في بقاء، وأباطيل وأوهام وماذا وراء، وقول شنيع وهذا افتراء، وختامها ودا للمؤمنين من رب السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن سيجعل لهم الرحمن تبارك وتعالى ودا. انظر في المصحف كده معايا لمواضيع هذه السورة الكريم، سورة مريم حول صفة الرحمة ليعظم الرجاء. فهذا هو المقصد أو محور هذه السورة الكريمة، تدور حول صفة الرحمة. يعني سورة مريم دي كلها رحمة من الله تبارك وتعالى، وهذه السورة الكريمة ممكن تقول شرح لاسم الله تبارك وتعالى الرحمن والرحيم سبحانه جل وعلا. بدأت برحمته بزكريا ويحيى من النصحاء، بدأت بقوله تبارك وتعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي رقم كام؟ رقم 2. ورحمته بعيسى ومريم إنها العذراء في قوله تبارك وتعالى، أي رقم كام عندك؟ 16. واذكر في الكتاب مريم، مش كده؟ قصة سيدنا مريم عليه السلام وكذلك عيسى. ورحمته بإبراهيم أبي الأنبياء في أي رقم؟ 41. واذكر في الكتاب إبراهيم، قص الله تبارك وتعالى قصة إبراهيم عليه السلام، وبين الله تبارك وتعالى رحمة إبراهيم بأبيه حتى وإن كان كافر في معاملته وفي ملطاف فيه وفي الملاطفة مع أبيه في الخطاب، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. ورحمته بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس أهل البكاء من بداية قوله تبارك وتعالى آية 51، واذكر في الكتاب موسى، وذكر الله تبارك وتعالى موسى وهارون، واذكر في الكتاب إسماعيل، ثم في قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس، ثم عقب الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر كوكبة من الأنبياء فقال جل وعلا: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلى قوله تبارك وتعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فهذا حال الأنبياء، ولذلك قلت: ورحمته بموسى وهارون وإسماعيل وإدريس أهل البكاء، لقوله جل وعلا: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وطريق النجاة لمن اختار الشقاء،
يعني للذين أعرضوا عن رحمة الله تبارك وتعالى أو حرموا أنفسهم من رحمة الله تبارك وتعالى، آية رقم 59 انظر في المصحف. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومع ذلك من رحمته تبارك وتعالى فتح لهم باب الرحمة، باب التوبة، فقال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وخمس جوالات بالحجة والبرهان لأهل المراء، بداية من آية رقم 66، جوالات لهؤلاء الذين تحدوا الأنبياء وتحدوا الرسل، إنكار للبعث وفي آياته جلاء، من آية رقم 66 بتبدأ بقوله جل وعلا إيه؟ ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حي، إنكار للبعث وفي آياته جلاء. يعني الله تبارك وتعالى ذكر أمثلة لمن أماتهم الله عز وجل في الدنيا ثم أحياه، ولذلك قلت إنكار للبعث وفي آياته جلاء، يعني ظهور واضح جلي الشمس. ونظرة مادية من الأغبياء، في آية رقم 72 في قوله تبارك وتعالى بتبدأ بإيه؟ آية رقم كام؟ 72. لا، آية 73 اللي بعدها. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا الذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. فدولت مفكرين التفاضل عند ربنا تبارك وتعالى بالأمور المادية وبمن هو أكثر مسكن والأمور دي، وكمان مفكرين هم بعد ما يموتوا أو بعد البعث هيكونوا برضو زي ما هم في الدنيا من الأثرياء من الأغنياء، برضو هيكونوا كده عند ربنا. ولذلك قلت ونظرة مادية من الأغبياء وغرور وعجب كأنهم في بقاء، فآية رقم 77 بتبدأ بإيه؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولد. وغرور وعجب كأنهم في بقاء وأباطيل وأوهام وماذا وراء، فآية رقم 81 واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. هذا أباطيل وأوهام وماذا وراء، يعني كيف تكون العاقبة لهؤلاء الذين اخترعوا هذه الأباطيل وهذه الأوهام المخترعة. وقول شنيع وهذا افتراء، في آية رقم 88 قوله تعالى لا، آية 88 وقالوا اتخذ الرحمن. وخلي بالك برضو معلومة، رقم الآية يا جماعة بيجي بعد الآية وليس قبل الآية، كتير من الناس بيفكر كده، لا رقم الآية بعد الآية. ولذلك لما تقرأ في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم في الفاتحة جنبها رقم 1، الحمد لله رب العالمين رقم 2، هذا طبعا على رواية حفص أن البسملة آية من السورة. وختامها، وما أجمل هذا الختام، ودا للمؤمنين من رب السماء، دي بقى رحمة خاصة بالمؤمنين، في آية رقم 96 في قوله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإذن فهذه يعني كلمات سجعية، خريطة ذهنية سجعية لهذه السورة الكريمة سورة مريم، تختصر هذه السورة الكريمة ليسهل حفظها إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن السورة الكريمة أيها الأحبة، فهذه السورة لماذا سميت هذه السورة بسورة مريم؟ يعني حيث وردت فيها قصتها رضي الله عنه، وفي ذلك تكريم لها وتخليد لذكرها وتزجير لمآثرها ومناقبها وتقدير لصدقها وعفتها، فضلا عما تحويه قصتها من نموذج عملي فريد ومثال تطبيقي رشيد للمرأة العفيفة الطاهرة العابدة الزاهدة. ولسوف نرى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه القصة كيف تجلت الرحمات وتنزلت البركات على هذه الصديقة التي عاشت حياتها في كنف الرحمن، وعلى مائدته العامرة تغذت روحها وارتوى فؤادها. فإن شاء الله تبارك وتعالى لا أحب أن أطيل في هذه المقدمة، لكن ندخل إن شاء الله في السورة مباشرة. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد،
طبعا هذه من الحروف المقطعة التي بدأت بها بعض الصور، والقول الراجح أنها إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم أنه تألف من هذه الحروف اللي العرب كانوا عارفينها كويس قوي، ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدهم الله تبارك وتعالى أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، يعني هذا ذكر رحمة ربك بعبده زكريا عليه السلام، نقصه عليك للاعتبار به، نقصه عليك للاعتبار به. فيقص الله تبارك وتعالى علينا قصة زكريا عليه السلام. أنا كنت عايز أبين حاجة كده من إعجاز وأحكام القرآن الكريم. أول حاجة كده بداية، الحكم أحكام المدود في القرآن. أول ما تلاقي على الألف عليه علامة المد اللي هي مثل الموجة، ده مد الحرف ده تمده كام؟ أربع حركات. حروف المد ثلاثة، الألف والواو والياء مجموعة في كلمة نوحيها، يعني الكلمة دي جمعت حروف المد الثلاثة ومجموعة في كلمة واي، يبقى زكريا فيها مد. أنا بقول كده ليه؟ هتلاقي المد ده عندنا في الصفحة كتير، هنركز عليه إن شاء الله، بس أنا مش عايز أتكلم على إعجاز القرآن في أحكام التلاوة نفسها، أحكام التلاوة. ولذلك يعني المد في القراءة لبعض أحرف الكلمة القرآنية بيعتبر ظاهرة من ظواهر زيادة أحرفها، وفي قاعدة بتقول أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. يعني ما تفكرش المد أو الغنة أو الإلغام أو الكلام ده أي حاجة كده وخلاص، لا، ده له معنى عندما تتفكر وتتدبر في آيات القرآن الكريم. لذلك فإن المد لبعض حروف كلمات القرآن مدا زائدا على المد الأصلي الطبيعي حين التلاوة يدل على تفخيم هذه الكلمة وزيادة معناه. ولذلك هنبين أمثلة من الكلمات القرآنية التي يجب يعني مد بعض حروفها مدا زائدا، لنعرف أن هذا المد لم يأتي عبثا، مش أي كلام كده، وإنما جاء لبيان أهمية هذه الكلمة وأنها تدل على شيء مخصوص وغير عاد. يعني مثلا هنروح لسورة النزعات في قوله جل وعلا فإذا جاءت الطامة الكبرى، دي فيها مد. طيب والسماء بناء، برضو في مد في السماء وفي مد في كلمة إيه؟ بناء. طيب فيومئذ لا يسأل عن ذنبي إنس ولا جان، ده مد كلمة مثقل. في قوله جل وعلا أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، لما نشوف الكلمات دي يا جماعة نجد أن كل منهما يدل على شيء عظيم غير عاد، لذلك جاء المد ليزيد المعنى. يعني مثلا لما نقارن المد في كلمة الطام في بعدم وجوده في كلمة قرآنية أخرى قريبة في المعنى وهي القارعة، نجد أن عدم وجود المد في القارعة مطلوب بشدة لتحقيق معناه، وهو أنها تقرع آذان الناس، هو شيء لا يستلزم زمنا، عشان كده القارعة ما فيهاش مد. ولذلك أما الطام فده يدل على إيه؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يبقى الطام في أمر إيه؟ أمر جلل، أمر خطير. طيب مش هذكر أمثلة تاني، بس هنركز على الأمثلة اللي معانا. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفي، لما نوصل الآيات يبقى نسبة الإيه؟ نسبة المد في حالة الوصل، يبقى زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، يبقى هنا بنقول زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، يبقى زكريا عليه السلام له شأن خاص وله خضوع وتقرب إلى الله تبارك وتعالى، لذلك يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءه. إذ نادى ربه نداء خفيا، نداء خفيا، شفت هنا في مد اهو بيدل ان هو مش نادى مره واحده وخلاص، نداء يعني ربما كرر هذا الدعاء تكرارا ومرارا، ربما اصطحب هذا الدعاء بالبكاء خشيه لله تبارك وتعالى، ربما كان هذا الدعاء فيه تضرع واقبال على الله جل وعلا، نداء خفيا. يبقى دعا ربه سبحانه وتعالى دعاء خفيا ليكون اقرب الى الاجابه، يعني دعاء خالي من الرياء عندما تدعو الله تبارك وتعالى في نفسك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون سميعا قريبا سبحانه وتعالى.
ماذا قال زكريا عليه السلام في دعائه؟ قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. طبعا المد هنا خلاص عرفنا يدل على عظمة من يدعو، مش كده؟ وكذلك يدل هذا المد على يعني شدة خشوعه في هذا الدعاء. قال يا رب إني ضعفت عظامي وكثر شيب رأسي ولم أكن خائبا في دعائي لك، بل كلما دعوتك أجبتني، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك ولي. المد فين هنا يا جماعة في الآية دي؟ كلمة إيه؟ ورائي. بنمده 4 حركات، ده اسمه مد إيه؟ مد واجب متصل. طيب ورائي يدل على كثرة من يخلف وراءه عليه السلام، وإن خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك ولي. يبقى وإن خفت قرابتي ألا يقوم بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، مع كثرتهم ومع ذلك إيه ينشغلون بالدنيا كما هو حال الناس دائما وأبدا. فخوف سيدنا زكريا عليه السلام مش خايف على ميراث هيتركه، مال ولا جاه ولا منصب، ولا خايف على حاجة خالص من أمور الدنيا، إنما هو خايف على الإيه؟ خايف على الدين، عايز يورث الدين. طبعا سيدنا زكريا كان لا ينجب، بلغ من العمر ومع ذلك ما أنجب بعد، فبيدعي ربنا ان ربنا تبارك وتعالى يرزقه ايه؟ ذرية صالحة. يبقى خاف ويقول واني خفت الموالي، يعني خفت قرابتي الا يقوموا بعد موتي بحق الدين لانشغالهم بالدنيا، وكانت امرأتي عقيما لتلي فاعطيني من عندك ولدا معينا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي، يعني يرث النبوة عني ويرثها من آل يعقوب عليه السلام، وسيره يا رب مرضيا في ديني وخلقه وعلمي. فاستجاب الله تبارك وتعالى لزكريا عليه السلام، فقال تبارك وتعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية. بنركز على حكم المد برضو، يا زكريا يدل على ايه؟ بعد مكانة من استجاب لزكريا عليه السلام سبحانه جل وعلا، يدل على علو الله تبارك وتعالى وفي نفس الوقت قربه من عبده في إجابة الدعاء سبحانه جل وعلا. فالله تبارك وتعالى مستو على عرشه فوق سماواته سبحانه تبارك وتعالى استواء يليق بجلاله. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه وناداه يا زكريا إنا نخبرك بما يسرك، فقد أجبنا دعاءك وأعطيناك غلاما اسمه يحيى لم نجعل لغيره من قبله هذا الاسم. يبقى مين اللي سمى سيدنا يحيى عليه السلام؟ مين؟ رب العزة سبحانه وتعالى. طب اسمه يحيى ولا يحيى؟ الصح ايه؟ يحيى، انما احنا عندنا في العامية بنقول ايه؟ يحيى. لا، يحيى، الصحيح يحيى. قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتي. يعني قال زكريا متعجبا من قدرة الله تبارك وتعالى، ليس على سبيل يعني أنه يستبعد هذا الأمر، وإنما هو متعجب من قدرة الله تبارك وتعالى أنه بلغ من العمر عتي وفي نفس الوقت امرأته عقيم لا تلد ومع ذلك يرزقه الله تبارك وتعالى بالولد. كيف يولد لي ولد وامرأتي عقيم لا تلد وقد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام؟ وده بيعلمنا ان الانسان لا ييأس ابدا من دعاء الله تبارك وتعالى، يعني ما تقسش بالاسباب بتاعة الدنيا. الله تبارك وتعالى اذا اراد شيئا فانما يقول له ايه؟ كن فيكون سبحانه جل وعلا. يعني سيبك من الأسباب اللي عندنا، كبر السن، العقم، الأمور دي كلها، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يستجيب دعاء عباده إذا أقبل عليه سبحانه جل وعلا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. يعني قال الملك الأمر كما قلت من أن امرأتك لا تلد وأنك قد بلغت نهاية العمر من الكبر وضعف العظام، لكن ربك قال خلق ربك ليحيى
من أم عاقر ومن أب بلغ نهاية العمر سهل، وقد خلقتك يا زكريا من قبل ذلك ولم تكن شيئا يذكر لأنك كنت عدما. يبقى من اللي أعظم في الخلق زكريا الذي خلق من العدم، ولا يحيى وقد خلقتك من قبله ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. يعني قال زكريا عليه السلام: يا رب اجعل لي علامة أطمئن بها تدل على حصول ما بشرتني به الملائكة. قال: علامتك على حصول ما بشرت به ألا تستطيع كلام الناس 3 ليال من غير علم، بل أنت صحيح معافى. طيب المد فين هنا في الآية يا جماعة؟ في كلمة إيه؟ لي آية. ده اسمه مد إيه؟ مد جائز منفصل من مد مقدار 4 حركات. طيب يبقى هنا زيادة المبنى بتزود، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. احفظوا القاعدة دي النهاردة إن شاء الله. يبقى قال رب اجعل لي آية، ده يدل على شدة إلحاق زكريا عليه السلام في طلبه من ربه تبارك وتعالى أن يجعل له إيه؟ آية، مش كده؟ قال رب اجعل لي آية. شفت المد بيبين لك المعنى إزاي؟ سبحان الله العظيم. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشي. يبقى خرج زكريا عليه السلام من قومه من مصلاه، فأشار إليهم من غير كلام أن سبحوا الله سبحانه أول النهار وآخره. طيب المد فين هنا في الآية؟ فأوحى إليهم، مد 4 حركات. يبقى فأوحى إليهم ده برضو يدل على إيه؟ يعني دعوة سيدنا زكريا عليه السلام لقومه وإصراره لهم أن يسبحوا الله تبارك وتعالى بكرة وعشية. وربما بيّن لهم يعني فضل هذا التسبيح، كما نعلم أن التسبيح له فضل عظيم. ولذلك أنا يعني قرأت شيئا لفت نظري فأحببت أن ألفت نظركم وأفيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى. عسى أن نحظى بدعوة بظهر الغيب. تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبا، التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام. قال تبارك وتعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يعني الحوت بلع سيدنا يونس عليه السلام، إيه اللي أخرج سيدنا يونس من بطن الحوت؟ أنه كان إيه؟ من المسبحين. طيب وكأنه يقول في تسبيحه، كان يقول في تسبيحه: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. التسبيح ده يا جماعة هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود عليه السلام. قال تبارك وتعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. التسبيح ده ذكر جميع المخلوقات. قال جل وعلا: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. ولذلك لما خرج زكريا عليه السلام من محرابه أمر قومه بالتسبيح، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. دعا سيدنا موسى عليه السلام ربه بأن يجعل أخاه هارون وزيرا له يعينه على التسبيح والذكر. دعا سيدنا موسى قال لربنا: واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه يا زكريا؟ ليه يا موسى؟ أنت عايزه معك ليه؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. طيب التسبيح ده ذكر أهل الجنة، ربنا يجعلنا جميعا منهم يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. التسبيح ده ذكر الملائكة. قال جل وعلا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يبقى التسبيح ده يا جماعة شأن عظيم وأثره بالغ أن الله عز وجل يغير به القدر كما حدث ليونس عليه السلام. فاللهم اجعلنا ممن يسبحك كثيرا ويذكرك كثيرا. فسبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يبقى نداوم إن شاء الله تبارك وتعالى على التسبيح. وذلك يقول الله جل وعلا: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. التسبيح أكتر من كده في القرآن الكريم، ولكن نكتفي بهذا القدر. إذن يتبين من هذه الآيات الكريمة
يتبين من هذه الآيات الكريمة يعني إيه الضعف والعجز من أحب وسائل التوسل إلى الله تبارك وتعالى، ويتبين أنه يستحب للمرء أن يذكر في دعائه نعم الله سبحانه وتعالى عليه وما يليق بالخضوع، ويتبين الحرص على مصلحة الدين وتقديمها على بقية المصالح، ويتبين كذلك تستحب الأسماء يعني إيه ذات المعاني الطيب. لذلك ربنا سمى يعني إيه ابن زكريا سمى إيه يحيى. بنختار كده الأسماء الجميلة، وأحب الأسماء إلى الله جل وعلا في الحديث الشريف عبد الله وعبد الرحمن، دي أحب الأسماء عند ربنا سبحانه وتعالى. طبعا يليها في الفضل طبعا أنك أنت تسمي أسماء الأنبياء، أسماء الصحابة، أسماء زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، أسماء الصحابيات مثل هذه الأسماء الكريمة. وفي هذا الحد الكفاية، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية. ونأسف للإطالة لأن هذه كانت مقدمة السورة وبداية السورة، فكان لابد أن نطيل النفس فيها يعني إيه شيئا ما. تقبل الله عز وجل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.